السلام عليكم البنات، ملي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد، غادي نهضر لكم على المنتوجات اللي غتعجبكم بزاف 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 بزاف. وكاين هنايا جوج بارفانات اللي غيعجبوكم وغنهضر لكم عليهم. المهم اول حاجه بغيت نهضر لكم واحد شويه من فين خديت. مثلا بحال هاد الباليت هذا اللي كتشوفوا راه غير اورو البنات، اورو واعره واعره واعره، يعني بحال ماركه غاليه، حيت انا عندي ماركات الرخاص وعندي ماركات الغاليين. ماركات الغاليين بحال مثلا باليت ديال ماك، باليت ديال سيفورا، وعندي ماركات بحال مثلا ديال اورو، ولكن دوك اللي كيكونوا كنقارنهم مع الماركه اللي عندي غاليه كيكونوا بحال ولا حسن كاع. المهم هادي البارح مشيت للبريمور، مشيت مع واحد صاحبتي الاسبانيه حيت طلبات مني نمشي نعاونها تاخذ شي بعض المكياج اللي يقدر يجيبها مع وجهها وداكشي. المهم دست البريمور باش نشوفو الفوندو تان وداكشي اللي يقدر يجي مع البشره ديالها وداكشي. بان ليا هاد في الدخله ديال الباب فاش يلاه كتكونوا كتدخلوا كيبان لكم هذيك التينده اللي كيكون فيها داكشي ديال اورو، اورو 99 وداكشي. بان ليا هذا، يعني هذا باليت محطوط جديد، قلت بلاتي نشوف. شفتو بحال هكا، ممنوع تحليه حيت كيديروا ليه الشكوتش، انا ما حليتوش. توصلت للدار منين وصلت للدار هو ما شفتوش غير دابا اللي فتحت جوج ديال الالوان جربتهم في يدي بانوا ليا واعرين، ولكن كلشي غادي نجربو قدامكم قدام الكاميرا. ما ندمتش حيت خديت هذا حيت زوين، يعني بان ليا كيلون ويعني كيلصق كيبان اللون مزيان فوق العينين. الثمن ديالو البنات كيدير غير اورو باش كيدير، وفيه وهذا راه مصنوع ماشي ديال الشينوا، هذا راه مصنوع في اسبانيا في المدينه ديال فالنسيا. المهم البنات دابا غادي نحلو باش نشوفو من الداخل. الصراحه غادي نحلو غير باش تشوفوه كيجي فيه ماتو بريو، يعني الا بغيتو تستعملو الوان مات بحال مثلا كيبانو طبيعيين، حيت هذا انا صراحه الباليت كيعجبني الوانه يكونوا طبيعيين، الا ما كانوش طبيعيين ما كيعجبنيش ندير داك الزرق وداك الكحل وداك الخضر وداك الاحمر وداك الشيء كامل والصفر وداك الشيء ما كيعجبنيش نديرو فوق عيني، حيت اصلا ما كيعجبنيش، واصلا ما كيجيش معايا، وما عرفتش ما كيعجبنيش كثرت داك الشيء فوق العينين. دابا غادي ندوز نوري لكم، ما بغاتش تحل ليا. دابا انا اللي خسرت الصباغه كما كتشوفوا البنات، كيجيو الوان مات وكيجيو الوان بريو، وصراحه الوان ديالها راه واعرين، ماشي زعما طبيعيين، و يعني ماشي يعني تقدر ديرهم بشكل يومي. كما كتشوفوا الباليت كتجي دايره بحال هكا، كيجي فيها 12 لون ما بين مات وبريو. المهم دابا غادي ندوز نجربهم هنايا وغادي نوريكم. كما كتشوفوا البنات بغيتكم تشوفوه هو الاول الالوان اللي فيه، هادو هما الالوان اللي في الباليت. ودابا غادي ندوزو نشوفو دوك البريو فوق اللحم بحال اش كيبانو. كما كتشوفوا البنات كيجي داير بحال هكا، هذا ديال هذا. دابا غندوزو نديرو هذا، هادو البنات غير بأورو، غير أورو واعرين بزاف. المهم البنات من بعد ما شفنا هاد الباليت هادي اللي كدير غير بأورو، جيت نقول لكم كما كتشوفوا هادو هما الالوان اللي في الباليت كلها. كما كتشوفوا البريو ها هو راه كيبان لكم من هنا كي سميتو، يعني الالوان اللي كيبريو. وهنايا عندكم مات، عندكم بريو، عندكم مات بريو، وهادو كامل مات وهذا بريو، يعني على حسب. بحال مثلا الا درتي هاد مات في البلايص اللي ما غاديش تحتاجي فيها البريو، ها هو البريو ديالو، وهذا كذلك، يعني الوان متناسقه. دابا غادي ندوزو نشوفو البنات الحاجه الثانيه اللي خديت من بريمور. الحاجه الثانيه اللي خديتها البنات من بريمور هي هاد البيرفومي هذا على شكل بيسيكليتا. علاش اصلا هاد البارفان هادي فاش خديتها انا ما شميتهاش؟ علاش؟ حيت انا بغيتها مثلا كديكور، يعني انا بغيتها بحال ديكوراسيون. وصراحه كما كتشوفوا كتحطها فوق شي حاجه كيعطيك واحد الديكور زوين. المهم انا نخليها هكا باش تشوفوها مزيان. هي اصلا الريحه كتوقف هكا،
الا بغيتو تحطوها في شي بلاصه بحال الديكور ومن حتى لكم هكا باش تشوفوا. كما كتشوفوا البنات هاد البيرفومي هذا شميتو ما عرفتش كنقول لكم، ولكن انا ماشي من هاد النوع اللي كيعجبو هاد النوع ديال الروائح مجهده. يقدر غادي يعجب الناس عندي في القناه، ولكن انا ما عجبتنيش. المهم شمتها صاحبتي اسبانيا قالت لك عجبتها بزاف، من بعد شمتها الام ديالها فاش مشات للدار قالت لكم الام ديالها حتى هي عجبتها بزاف. شميتها انا ما عجبتنيش، شمتها لطيفه ما عجبتنيش. يعني داكشي علاش كنقول لكم يقدر بعض الناس تعجبهم ويقدر بعض الناس ما تعجبهمش. انا ما عجبتنيش، صاحبتي عجبتها، فهمتوا؟ داكشي اللي بغيت نقول لكم انا دابا. المهم كما قلت لكم انا غادي نعاود ثاني نصوت شويه باش نقول لكم بحالاش كيتشم. يلا صراحه راه مجهده بزاف بزاف بزاف، ولكن غادي ندير. انا صراحه هاد النوع ديال الروائح ما كيعجبنيش، جاتني مجهده شويه، ولكن انا غنقول لكم 100% كاينين معايا هنايا متتبعات اللي غتعجبهم هاد الريحه هادي، ولكن انا والناس اللي كيعجبهم دوك الروائح اللي كنحط كيكونوا خفافين ريحه، يعني الروائح خفافين هكا انا نقول لكم غادي ما غاديش تعجبكم، ولكن الناس اللي كتعجبهم الريحه هكا شي شويه مجهده مجهده بزاف غتعجبكم. وهذه راه كدوم، والثمن ديالها كدير بديك اورو و93 باش كدير. البنات الناس اللي غايقولوا لي من غير بريمور فين غنقدروا نلقاوها؟ كاينه في كونسوم، بعض المرات كنشوفها كيجيبوها في تي دي اي، واش تاني فين كنشوفها؟ بريمارك، شفتها فين تاني شفتها ما بقيتش عاقله من غير دروني، ما بقيتش عاقله، ولكن موجوده يعني موجوده في جميع البلايص. ميركادونا محال، لا ميركادونا حيت ما كتعاملش مع هاد الماركه، هادي هي كتجيب غير الماركه ديال فلور دي مايو. المهم البنات هادي راه شتها انا في كونسوم، يعني نقول لكم راه شتها حتى هي كدير باورو 99 باش كدير في كونسوم. دابا غادي ندوز نوري لكم اخر منتج اللي خديت اللي حمقني بزاف، واول مره غادي نهضر لكم عليه في القناه. المنتج اللي اول مره غادي نجربوه في القناه كنت جربته لكم بزاف ديال النوع ديال هاد الروائح هادو ديال الجسم، ولا هاد بادي ميست، هاد اغوا بيرفوم هذا قلت لكم في داك الفيديو الفايت باللي ديال ميركادونا الزرقاء ما كتصبرش، وباللي قلت لكم الغوز ديال ميركادونا كتصبر، ووريت لكم بعض منهم من بريمور. ودابا مشيت داك النهار فيما كنمشي كناخذ وحده الا بان ليا حطوها جديده من شي ماركه جديده كنهزها، وهاد الماركه هادي راه هي الماركه ديال هادي. المهم كما قلت لكم هادي الريحه ديالها واعره، عرفتي انا باش نقرب لكم شي شويه، عرفتي الريحه ديال التشيكلي ولا الريحه ديال المسكه اللي كتكون بحال ديال الفواكه، ولا ديك عرفتي الريحه ديال المسكه بحال الكيك، المسكه اللي كيكون فيها بحال الفواكه بحال الكيك محطوطه، الا رشيتيها بحال رشيتي ريحه واعره واعره، اش نقول لكم زوينه كتصلح لهاد الصيف واعره بزاف. انا شميتها ما ترددتش هزيتها، ويعني ما قلتش لا ولا قلت لصاحبتي شميها واش عجبتك ولا لا، هزيتها عجبتني عجبتني بزاف بزاف. كاينين وحدين اخرين تما اللي شميتهم ما عجبونيش، وهذه بوحدها اللي عجبتني، كاينه ديال الدلاح اللي الناس كيعجب الا كتعجبهم الريحه ديال الدلاح، انا صراحه ما هزيتهاش حيت تخلي رش على راسك الدلاح ومع الصيف غتجي تباني بحال شي دلاحه كتمشى في الشارع، داكشي علاه ما هزيتهاش. هذه ما معيقاش بزاف، بحال مثلا ماشي دايرين ريحه التفاح ريحه الدلاح ريحه البنان، لا دايرين بحال فروتوس مختلطه، يعني ما معيقاش كتبان فاش كيشم فيك شي واحد كتبان الريحه، ماشي بحال مثلا رش على راسك ريحه الدلاح. المهم كما قلت لكم هذه واعره 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 بزاف، جبتها شمتها لطيفه قالت لك يعني خطيره ريحه خطيره، والثمن ديالها 2 اورو و99 البنات كما كتشوفوا. وراه ما عرفتي راه اش نقول لكم، هذه تقدروا تاخذوها بعينكم مغمضين، هذه انا نقول لكم الريحه واعره بزاف، هذه يقدر حتى تشموها، يقدر شي وحدين غيعجبوهم وشي وحدين ما غيعجبوهمش. المهم انا حطها لكم حتى هي انا باش تبقاو تشوفوا فيها، غادي نرشو دابا هذه باش نقدر واو البنات ها
كنقول لكم واحد الريحه واعره بزاف. هذه طوب، مازال غادي ندوز نجيب منها شي ثلاثه حيت بانوا لي تما قلالو. غندوز ان شاء الله فاش نقدر، الا قدرت هاد العشيه هادي غادي ندوز نجيب مازال ثلاثه اخرين حيت عجبتني بزاف. واحد الريحه اللي ما كانتش عندي من قبل وما شميتهاش من قبل، والثمن ديالها رخيص بزاف. وهاد كما كتشوفوا هاد الماركه هادي اول مره كنجربها في القناه، لا ماشي اول مره كنجربها في القناه، هاد الماركه عفوا كنجربها في دوك الاخرين، دوك الماركات الاخرين، دوك بادي ميس الاخرين، ولكن بغيت نقول لكم هاد الشكل هذا اللي خرجوا جديد مازال ما جربتوش. المهم البنات كما قلت لكم، هذه اللي بغى شي ريحه ديال الجسم من بعد ما تدوشي كترشي على الجسم ديالك تاخذ هذه بعينها مغمضين. راه كاينين وحدين، كاينه واحد الزرقاء شميتها ما عجبتنيش، كاينه واحده ديال الدلاح، الدلاح انا ما نرشوش كما قلت لكم من قبل غادي تبان بحال شي دلاحه. كاينين حاجات اخرين اللي شميتهم ما عجبونيش، هذه بوحدها اللي عجبتني، بوحدها اللي عجبتني. وهذوك الاخرين كانوا تما حيت اصلا كلهم جرباهم، ما بغيتش نعاود نشريهم، انا كيعجبني نشري الجديد. يعني مش داك النوع اللي مثلا جربت وحده ديال الفاني ولا جربت وحده من دوك الروايح اللي جربت في 2010 ولا نعاود تاني نشريها، لا انا ماشي من داك النوع، حيت كنبغي دائما الجديد، دائما كنبغي الجديد. يعني شريت هذه عجبتني، واخا عجبتني ولكن بغيت مازال نجرب احسن، نشوف واش كاينه شي وحده احسن منها، ماشي دائما نرش في نفس البارفان. المهم البنات نتمنى يعجبكم الفيديو، ولا يعجبكم ما تنساوش لي لايكات وشكرا بزاف، وحتى الفيديو اخر ان شاء الله. ولا كيعجبكم الفيديوهات بحال هكا نقدر نحط لكم برودويات هكا ديال الصيف، ديال هكا الروائح زوينه اللي غادي تحتاجوها في هذا الصيف هذا، ولا الماكياج اللي رخيص بحال مثلا هذيك الباليطا ديال فوق العينين، ولا هذاك اي شادو، ولا سميتو سومبراز دي اوخوس اورو، وصدقوا واعرين اورو بحال باليطه ديال الماك، يعني صدقت ليا بحال يعني رانا عندي باليطه ديال الماك وسيفورا وداكشي وجاتني بحال يعني كيف غير باورو البنات، وماركه ديال اسبانيا. المهم البنات نتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما تنساوش لي لايكات وشكرا بزاف، حتى الفيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.